ديني ايه وبتاع ايه يا راجل؟ حد فاضل الكلام ده؟ يلا يا حسين قول بسرعه والنبي. استاذ حسين. اتفضل يا استاذ حسين. بصفه المستشار القانوني للشركه وبعد كل الظروف اللي انا شرحتها لكم دلوقتي، يبقى كل اللي فاضل اني اعلن تسليم رئاسه مجلس الاداره بالانابه الى السيد جلال. جلال كامل نور الدين البشبيشي. ممكن اعرف انت بتعمل ايه هنا؟ جاي اشوف شغل يا استاذ حسام، ولا في مانع عند حضرتك؟ انت مش قلت لي ان موضوع جلال ده سر بينه وبينك؟ ما هو انا ما بيبقاش في بولي فوله، اعمل ايه؟ خلاص. انت مش كنت رفضت الوصايه دي؟ ورجعت في كلامي يا حبيبي. رجعت في كلامك؟ انت انا اللي عملت كده. معقول يعني يكون حد من المحترمين دول يعمل حركه زباله زي دي؟ وعلى فكره الطوبه اللي فاتت كنت انا برضه. وماله يا عم، حقك برضه، مبروك عليك. مع السلامه يا حسين. لا يا عم حسين مين؟ وفي حد اسمه حسين؟ اتفضلي سيبك منه، اتفضلي. لا مؤاخذه يا جماعه، انا اسف وبعتذر على الدوشه دي، بس ده اصل وطار بايت بيني وبينه. تقدر تكمل؟ اتفضل كمل يا استاذ. هو حضرتك اسمك ايه؟ استاذ حسين. لكن مش خساره فيك تقول لي يا شحس. شهادة، شهادة ووسام أوضعه على صدري، صدقني. لا تفهمش غلط. تقدر تكمل يا أستاذ، اتفضل. أنا يسعدني ويشرفني طبعًا أنا. إيه ده؟ دي مية، ده أنا كنت فاكرها سفن. كمل يا أستاذ حسين، اتفضل. أنا مبسوطة إنك رجعت. ما هو أنا اكتشفت علشان آخد بالي منك يبقى لازم آخد بالي من حاجتك. اللي هي حاجتي إيه؟ انا راجع عشان اخد بالي من العروسه الكبيره اللي فوق الدولاب. لعبك ايه بس؟ تخيلي انت بقيتي رئيس مجلس اداره وانا بشتغل عندك. شفتي المهزله؟ انت رايح فين؟ تقوقز القوقاز متقوقزا. لازم تقوقزي في سريرك دلوقتي. لا مش عايزه اتقوقز في سريري. مش هينفع، انا هموت من قله القوقزه. لازم نتقوقز شويه. لا طب نلعب شويه. هتكبر والنعمة لا تاكل الجو في جمال كده، الله اكبر. يا دوبك بربش تحلو في كفة والبنات في كفة، اتولدت بس بسبوسة في اللف. يومها كان بيبي في المستشفى وقعوا بعض اما شوفوها في التو. في كفة والبنات في كفة، اتولدت بس بسبوسة في اللف. يومها كان بيبي في المستشفى وقعوا بعض اما شوفوها في التو. ألف انا بحبك وبه بموت انا في عيونك دول، الشيشة قوتك الغنغلوتك بيهم بقيت مشغول. ألف أنا بحبك وبك بموت أنا في عيوني الدور، الشين شقاوتك الغين غلاوتك بيهم بقيت مشغول. مين ما كنتش هتصور يا سبحان من صور في قمر كده منور في رقة كده معقول. مين ما كنتش هتصور يا سبحان من صور في قمر كده منور في رقة كده معقول. عايزاني جنبك اجيلك اكسر الدنيا لو في الهن، عايزاني عيل انا عيل مني كوكينا اقضيها عين. عايزاني جنبك اجيلك اكسر الدنيا لو في الهن، عايزاني عيل انا عيل مني كوكينا اقضيها عين. فيكي شيء مخليني راضي اضحي بسنيني يا اعز من عيني معزه ولد الول. فيكي شيء مخليني راضي اضحي بسنيني يا اعز من عيني معزه ولد الول. كفة والبنات في كفة، اتولدت بسبوسة في اللف. يومها كان بيبي في المستشفى وقعوا في بعض اما شوفوها في الجو. مش هتشرب قهوتك يا ميمي؟ هتهيئ على الشركة في المعادي. ايه ده، في قطط هنا ولا ايه يا حسن؟ ايه ده، انت بتعملي ايه هنا؟ هاجي معاك. هاجي معاك في ايه؟ ماشي ماشي.
اطلع يا حسن. ايه ده؟ زينة، انت ايه اللي جابك هنا؟ شفت طفية. صباح الخير. اهلا، صباح النور. عندك تأخير نص ساعة. ابقى اشتري لك ساعة احطها. اشتري ساعة ليه؟ انا كل اللي محتاجه نص ساعة. لو تعرفي حد بيبيع نص ساعة ممكن اتفضلوا على المكتب. مكتب؟ لا انا ممكن اقعد جنب المكتب، يعني انا بالنسبة لي هنا الطف. هو انت ليه على طول متضايقة كده؟ انا مش متضايقة خالص. امال التكشيرة اللي في وشك دي ايه؟ وحمة؟ تعالي يا زينة اقعدي هنا بدل ما تتعدي، تعالي. لا زينة هتلعب معايا. ما هي التكشيرة دي ما ينفعش بعديها ابدا تلعب معايا. ينفع تقتل معايا، تحرق معايا، تخنق معايا. الله، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ استني استني. الله، طب ما في سنان اهو. ده انا فاكرك ما بتضحكيش عشان طرمه ولا حاجه. ايوه كده، بدل ما انت قافله الشيش طول الوقت. وبعدين بقى؟ خلاص خلاص، انا اسف اسف ان انا اتسببت ان حضرتك ضحكتي. اتفضلي كملي تكشيكي. انا عايزه اشرب عصير. وانا نفسي اشرب شاي بلبن من غير لبن. وانا عايزه اشرب شاي بلبن من غير لبن. الله، كل حاجه